قدر مهرجان العالمين في أسبوعه الأول أنه يتصدر الترند طول الأيام اللي فاتت بسبب طبعاً الأحداث الكتير اللي فيه والمفاجآت اللي بتكشف عنها كل شوية إدارة المهرجان. وكان أكتر حاجة الناس اتكلمت عليها في المهرجان الاستعراض الفلسطيني اللي شفناه يوم الجمعة اللي فات، وكمان ناس كتير اتأثرت جداً بأغنية دينا الوديدي على المسرح واللي أهدتها لإخواتنا في فلسطين. وطبعا كان حفل الفنان محمد منير ضمن فعاليات المهرجان من اكتر الاحداث اللي تصدرت الترند، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اكتر من فيديو لحفل الكينج محمد منير وخصوصا اغنيته القدس عربية. اقسمت بالحرية وعدالة القاضية، القدس Yeah.